نادي الزمالك عبر تاريخه وهتكلم على تاريخه اللي انا شفته بقى من اسماعيل يوسف. ما بيتاثرش في لعيب. ايه؟ ما بيتاثرش بغياب لعيب. ماشي، بس هو طول عمر الزمالك احسن فتراته دايما دايما نادي الزمالك ياخد بطولات ويبقى مكسر الدنيا في الحاله دي، انما بقى عنده راجل سته كميه الجري بتاعته كتير. اسماعيل يوسف، تامر عبد الحميد، طارق حامد. ارجع بقى للتواريخ دول او التواريخ دي تشوف الزمالك كان بيكسب فيها بطولات. ليه؟ لان الزمالك بيعتمد على الشكل الايه؟ الهجومي والجمالي. هو بيطير اللي قدام خالص، وعندك مسمار في نص الملعب بيوقف لك بقى، ده بيريحك. اللي هو تاني كابتن اسماعيل يوسف كان بيجري كميه جري رهيبه، فكان الزمالك بياخد بطولات. بعد كده جبت تامر عبد الحميد في نص الملعب 2001 وال 98 والوقت ده، فكان كل اللي بيجري وانا بعمل ايه؟ بوقف. بعد كده جه مين؟ طارق حامد، بقى نفس الكلام، سيسي والناس كلها عايشه الدور وهو فين؟ ميت. لما شلت الحته دي، لما تقل في الزمالك هيحصل عندك مشكله. الزمالك محتاجين سته كويس جدا، محتاجين. انا وجهه نظري، انا لو في الزمالك هرجع طارق حامد، لازم يرجع على الاقل لحد ما انت يعني طارق حامد مع دونجا في نص الملعب، اتنين في نص الملعب، انا شايف ان كميه الجري تبقى كتيره ومهمه جدا للزمالك. محتاجين سته، مش لعيب كوره، هم مش ناقصين يعني. الحته اللي طرف عندهم مش عايز لعيبه كوره، انا عايز بس حد يلم ورا الناس دي، يبقى ما عندوش حته الايه، الكسل ولا كده. فده بيفرق جدا مع الزمالك.